يعطيك العافية مارسيل صويلح، وأنت فنانة ومغنية وأيضا عازفة على آلة القانون. الله يصبحك بالخير وشرفتينا، وأهلا وسهلا. صباح الخير. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكي مارسيل. يعني تخصصك بآلة القانون، يعني تخصص أنا دائما بحكي مش سهل، والعزف القانون إشي مش سهل، فليش اخترتي القانون؟ القانون بالنسبة لي طبعا لكل الناس آلة مميزة، يعني طبعاً مش موجودة بكل مكان. صحيح. وحتى بالجامعة يمكن أنا كنت الوحيدة اللي كنت بدرس قانون وبتعلمه، وهي كانت آلة الوالد الله يرحمه، كان كتير يحبها، وأنا يعني زي وردتها عنه. يعني هو اللي علمك إياه؟ هو بتعرف شو حكالي، هو لما كان يتعلمها حكالي هي الدو هي السول، دبري حالك. لأني أنا أصلا كنت سماعي، يعني أغني وأعزف وهيك، فصرت هيك أعزف وأحب. وبس خلصت توجيهي يعني كان دغري موسيقى، يعني أهم إشي عندي. مرسيل، يعني لوين حابة توصلي؟ دائما الفنان بشكل عام أول ما يدخل هذا المجال بيكون عنده طموح معين أو هدف معين، وين حابة توصلي؟ هلا انا خلصت جيد من الجامعه الاردنيه بتخصص موسيقى، ان شاء الله الميجر قانون والماينر بيانو. وبطمح انه ادرس ماجستير ودكتوراه بالعلاج بالموسيقى. برافو. وبحس هذا إشي كثير مميز ولسه ما حدا يمكن بعرف عنه. مارسيل، بقول لك اغنيه بالتوب 10 صارت عندنا بالاردن تحديدا، هي لك عين، فتحكي لنا عن هاي الاغنيه والمشاركه او المسابقه اللي شاركت فيها. إلي أغنية اسمها إلك عين، ألحان وتوزيع وكلمات علي خير، وهي كانت من العشر الأوائل بمهرجان الأغنية الأردنية. أوكي. كنا طبعاً سمعناها هلا قبل شوي. يس. وصراحة أنا كثير بحبها، يعني عملتها وأنا عمري يعني كان 17، هلا أنا عمري 23. بسم الله العمر. فكثير مميز بالنسبة لي. أكيد. طيب مارسيل، دائما الشخص بيبدأ من الصفر للعشرة، بيبدأ من السهل بيروح للصعب. صح. بس إحنا بنشوفك بلشتي من الصعب اللي هو القانون، وين هلا الآن أكيد في آلات أسهل من القانون تحديدا، إيش الآلة الثانية اللي أنت ممكن تعزفي عليها لقدام تغني عليها؟ إيش هي؟ هلا غير الغنى والقانون بحب يعني البيانو، انا اصلا بعزف بيانو كمان، ولقدام حابه كمان اتعلم فلوت، بحس فلوت غريبه وحلوه وهاديه. تمام، بدنا نسمع شيء كمان. اوكي، قانون ولا اغني؟ تغني وقانون اثنين. اوكي، هلا رح اغني. يلا. انا عزفت قبل شوي. اوكي. بتذكرك كل ما تجي لتغيم، وشك بيذكر بالخريف، ترجع لي كلمة ديني بدت عتم، مثل الهوى اللي مبلش على الخفيف، القصة مش تقص يا حبيبي، هي قصة ماضي كان علي، بس هلا ما بتذكر شكل عليك. رائع. يا مرسيل، الله عليك، يا صوت رائع جدا. اخذ مكان ثاني. ايه؟ اخذ مكان ثاني. يعني صراحه يعطيك العافيه. شكرا. طيب مرسيل، يعني تحدث ايضا الفنان الاردني دائما ايضا يمتاز بالاغاني الوطنيه للامانه، فدائما صوت الاردني موجود، وانت اكيد فنانه اردنيه، تحدث اليوم عن اتجاهك للفن الاردني تحديدا والغناء الاردني.
هلا انا بالنسبه لي اكثر إشي بحبه كستايل بحب الاغاني الشرقيه يعني زي ممكن لأم كلثوم اكيد فيروز بسمع وبحب كثير اغاني لعبير نعمه سيد ماجد الرومي جوليا بطرس طبعاً. يعني هذا الستايل فبحاول اكون محافظه على هذا الإشي خاصه انه هلا في حوالينا كثير ستايلات عم تطلع جديده وهيك فبحاول اكثر اكون محافظه على هذا الستايل اكثر. طب احنا حابين نسمع نستغل نعبير نعمه نعبير نعمه يا ريت احنا حابين نسمع صراحه حاضر عبير نعمه اوكي وينك وينك شو اخبارك اللي بعدك بتحنيني بعدك تطلي عيونك بتوشوشني ضلي ضلي وينك 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 تطلي عيوني صارت معقولي ما غيري صارت اولك غيري بنسيها احلام خبيتن فيها كل ما الماضي صوبي يحكي قلبي ريت تطول واخر مره بدي سلم لمعطر الحب الاول بعدك بتحن لي بعدك وينك وينك الله 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 عليك يا مرسل بدعتي مرسل السوشيال ميديا لها دور كتير كبير بحياة الفنان اليوم وين السوشيال ميديا من حياة مرسل وهل بتعطيها هذا الاهتمام الكتير كبير ولا بتحب تنشر بس مقاطع من أغانيها أو من المقاطع من الأغاني اللي بتغنيها وبتأديها هلا أنا بالعادة بنزل تقريبا كل أسبوع أسبوعين هيك كفرات على السوشيال ميديا هل بتعرفي كتير هذا زي ما حكيت أول ما شوف كمان وكل حدا هلا بيقدر يستغل هذا الشيء وانا حاولت استغله بانه بنزل كفرات بس انه اشياء الناس كمان بتحبها عشان تقدر تسمعها وتضلها تنشر وتسمع هيك الشيء فان شاء الله كمان في لي اشياء جديده وعشان تتابعوني كمان ان شاء الله يعني احنا بنستغل الوقت لانه ما ضل وقت معنا حابين نسمع معزوفه ايضا منك شو حابه تسمينا حابه اسمعكم معزوفه ام سعد أوكي. لا بشير بونير وهاي كانت واحدة من مشروع تخرجي
ما شاء الله عليك يا مارسيل. يعني بدنا نشكرك مارسيل وبدنا نشكر تواجدك معنا، وكثير انبسطنا بتواجدك، وكل التوفيق لك، بتستاهلي كل خير للأمانة. من الأصوات الراقية اللي نشتاق دائما نسمعها ونسمع لعزفها. شكرا جزيلا. احنا نسمع معزوف، ولكن بدنا نودع مشاهدين. صحيح. شو حابة تحكي مشاهدين قبل ما نروح لمارسيل؟ يعني احنا من عايدك بنرجع كمان مرة رعد، والعمر كله ان شاء الله ومزيدة من التألق والنجاح. امين يا رب. وكمان نوجه تحية لجميع العاملين في يوم جديد على الإخراج، هلا جمال نوفل يعني بدنا نشكرها، ونشكر سهير وسامي الهيمات وجميع العاملين على إنجاح هذا البرنامج اللي هو البرنامج مستمر دائما وأبدا. أكيد مشاهدين الكرام مستمرين معكم ببرنامج يوم جديد. خلصت فقراتنا معكم في الساعتين ونص الأولى، لكن أكيد عندنا مع الشيف الرائع علا نيروح بعد قليل راح تكون معكم بعد الساعة 10 صباحا بإذن الله، سنكون معكم بحلقات أخرى ومواضيع أخرى وعناوين أيضا أخرى. إلى ذلك الحين دمتم ودام الوطن. إلى اللقاء. يلا مرسيل نسمع أغنية. يا حبيبي يا Shut up.